ايه؟ مالك بتفركي ليه؟ ادي اللي بتدافعي عنه، لا حس ولا خبر. بقاله يومين ما فكرش يتصل بيا، عشان لما اقولك ان هو شايف له شوفه ما تبقيش تقولي لي لا. يعني انت عاوزاه يتكلم ويصالحك ها ويعبرك بعد كل اللي قلتيه له قدامي، مش كده؟ ايوه، عشان انا ما غلطتش. لا غلطتي، ومش عشان بنتي انا هقف اسقف لك. ماشي يا ماما، غلط، ايه المشكله؟ ما هو بيغلط كتير وبيأثر في حقي كتير، وانا بعدي وبصالح وبدادي. ايه المشكله ان هو يتصل يكبر بخاطري ويطمني ان مفيش حد في حياته؟ ولا الموضوع جه على هواه وان هو خلاص ما صدق؟ على فكره بقى يا ماما، هو لو ما طلقنيش بالذوق انا هتطلق منه بالعافيه. يخرب بيت الطلاق وسيرته اللي انتي ماسكاها لي ليل ونهار دي يا بنتي، حرام عليكي، اخزي الشيطان. ده انتي اللي سايبه البيت، وانتي اللي رفعتي عليها قضيه من غير هو ما يعرف، وانتي اللي بهدلتيه قدامي. حرام عليكي، عايزه ايه اكتر من كده؟ وبعدين بقى انا عايزاكي تشيلي من مخك خالص ان هو يعرف واحده تانية، لان هو مش كده. لا هو كده. شفتيه؟ لا عرفت منين؟ الله، ما تخزي الشيطان بقى. هو انت معايا ولا عليا؟ يا بنتي انا مع الحق. الله، بعدين انا عايزه افهم، هو انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاه يصالحك ولا عايزاه يطلقك؟ ما ترسيلك على بر. عايزاه يعرف امتي، يحس ان هو مقصر في حقي وان هو بيجي عليا وان انا بحبه، وكل اللي بعمله معاه ده هو يعمل معايا كده في الاخر. هقولك ايه بس، هقولك ايه، ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يبعد عنكم الشيطان انتوا الاتنين، ربنا يهديك ويهديك. كل سنة وانت طيب يا زومي. معقولة؟ معقولة لسه فاكرة عيد ميلادي؟ أنا ما نسيتش أصلا عشان أفتكر، وبعدين يعني إحنا بقالنا كتير قوي ما احتفلناش بعيد ميلادك من زمان، فقلت بقى فرصة نحتفل ونغير مودك ده شوية. مش عارف أقول لك إيه، كل الكلام اللي في دماغي ما يكفيش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي. أنت مش هترد؟ مش عارف، مش وقته يعني. مش لا رد. ايه يا مروة؟ والله؟ طب كويس ان انت لسه مسجل الرقم ما مسحتهوش. عايز ايه يا مروة؟ بص يا حازم، انا مش متكلمة عشان اخد ودي معاك في الكلام، وكنت عارفة كويس قوي ان انت لا هتتصل ولا هتسأل، حتى بعد ما عرفت ان انا رفعت قضية. اللي انا بقى عايزاك تعرفه ان انا خلاص مش هفضل عايشة في ضلك زي ما كنت بعمل طول عمري من يوم ما عرفتك، واي حاجة انا شايفاها من حقي مش هتنزل عنها، لاني خلاص ما بقتش مروه العيله الصغيره اللي عاشت معاك 7 سنين ما سمعت لها الصوت. وعايزاك بقى تعرف حاجه مهمه، ان اي حاجه انت بتعملها من ورايا انا عارفاها، وعارفه كويس قوي انت بتكلم مين. بتكلم مين؟ لا انت مش في موقف تدافع فيه عن نفسك. انا بس عايزه ابلغك ان انا عايزه بمنتهى الهدوء ومن غير شوشره ان انت تطلقني، ولو ما عملتش ده انا مش هيبقى قدامي غير ان انا. انا قدامك ولا وراكي؟ انت عايزه تطلقي يا مروه؟ يا حازم، لو راجل طلقني. انت طالق يا مروان؟ ما تخليش حاجة تفوتك.